لكم على حكاية، بس خليها بيناتنا أحسن، ما في داعي أحد يسمعها غيرنا. كان عندي ضيوف واحدة مرة وعملت لهم أبل باي، فأبل باي لما سويتها أول مرة تزبط معي بالطريقة هذه، كانت رائعة منظرها وGolden Brown وPerfect. فالمهم بعد ما خلصنا أكل كل شيء حطيت الحلى، فأنا بحط لهم الحلى، فكان في واحدة ست كبيرة في السن، قلت أبدأ بيها في الأول عشان هي كبيرة، أديتها هلا وبستنى الكومبلمنت المديح، يعني إنه كيف إنه رائعة ما شاء الله تسلم يدك، قاعدة بستنى، وأول لقمة أكلتها وشها قلب، طلعت فيها قلت لها في شيء؟ قالت لي أنت عملتها بنفسك؟ قلت لها أيوة، قالت لي دوقيها. أخذ لقمة واكتشفت إنه بدل السكر حطيت ملح بالغلط، إنه أبيض يعني جنب بعضهم، فما انتبهت حطيت ملح. فأنتوا متصورين لما تكوني أنت مستعدة إنك أنت تاكلي شيء حلو وفجأة تصدمي نفسك بملح، كانت صراحة يعني كانت فشيلة بصراحة بصراحة، بس حرام يعني هي دارت عليها وقالت لي بس شيليها المطبخ بسرعة قبل ما الباقيين يعني يدوها وتكبر الحكاية. أنا هتون، هذه حكايتي، شاركونا حكاياتكم على اللينك اللي على الشاشة.